صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف تكون المفاضلة في الجنة إذا كان كل واحد يرى بأنه لا ينقصه شيء، والناس يتفاوتون في الطاعة، والجنة درجات كما نعلم؟ لا يكون في نفسه شيء، هم يتفاضلون في المنازل، ولكن كل واحد راض بما هو فيه، قارة عينه لا يرى أن أحدا أفضل منه. نعم.